يا هلا فيكم يا تحييهم. هذا شاب جاء إلى الشيخ وسأله: أنا شاب صغير ورغباتي كثيرة، ولا أستطيع منع نفسي من النظر إلى الناس والفتيات في السوق، فماذا أفعل يا شيخ؟ فأعطاه الشيخ كوب من الحليب ممتلئ حتى حافته، وأوصى الشيخ هذا الشاب أن يوصله إلى وجهة معينة يمر من خلالها بالسوق دون أن ينكب أو يتناثر من الكوب أي شيء من الحليب. واستدعى الشيخ واحد من طلابه حتى يرافقه في الطريق ويضربه أمام كل الناس إذا انكب أو تناثر شيء من الحليب. وبالفعل أوصل الشاب الحليب للوجهة المطلوبة دون أن ينكب من الكوب أي شيء من الحليب. ولما سأله الشيخ: كم مشهد وكم فتاة رأيت في الطريق؟ فأجابه الشاب: شيخي، لم أرى أي شيء حولي، كنت خايف فقط من الضرب والخزي أمام الناس إذا انكب مني الحليب. فقال له الشيخ: وكذلك هو الحال مع المؤمن، المؤمن يخاف من الله ومن خزي يوم القيامة إذا ارتكب معصية. هؤلاء المؤمنين يحمون أنفسهم من المعاصي، فهم دائم التركيز على يوم القيامة. ويا رب يحفظنا جميعا من الفتن اللي نشوفها دائما وأبدا، وخصوصا بالتواصل الاجتماعي ومنها الذي نحن فيه وهو الذي نتابعه دائما وأبدا بما يسمى التيك توك، من دون حياة ولا مستحى من البعض، سواء فتى أو فتاة. ودمتم بحفظ الله ورعايته، وتصبحون على خير.